الجيجا بايت الجي تي اكس 1650 هل هو الوريث للجي تي اكس 1050 وهنشوف منه افضل اداء، ولا هو الكروت القديمه بس شالوا الاسم وحطوا 1650؟ كل ده واكتر هنشوفه ان شاء الله في حلقتنا بتاعت النهارده. رمضان كريم، كل سنه وانتم طيبين. خلينا ندخل في الحلقه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم يا جيش المكتشفين في حلقة جديدة على قناة اكتشف العالم. هنراجع فيها إن شاء الله الكارت الشاشة الجيجا بايت الجي تي اكس 1650 نسخة المروحتين، وخدوا بالك عشان في منه نسخ كتير أوي، نسخ بمروحة، نسخة بمروحتين بس لو بروفايل. فإحنا عندنا نسخة المروحتين اللي هي العادية الكيوت بتاعتنا دي اللي إحنا متعودين عليها. لو ابتدينا بفتح الصندوق كده، بسم الله الرحمن الرحيم، صدق الله العظيم، بس كده يا ابني مفيش أي حاجة تانية. هتفتح الصندوق هتلاقي الكارت قاعد بلبوس جوه كده وخلاص، خلصنا ولا في بص ولا اي حاجه جوه، تمام؟ ودي العاده في اغلب كروت الشاشه فما تقلقش. يعني الكارت ده 4 جيجا جي دي دي ار 5، جاي بمعماريه تيورنج من انفيديا، والتصميم بتاعه هو تصميم الويند فورس المروحتين من شركه جيجا بايت، اللي هم معروفين طبعا ان مروحه بتلف في اتجاه والتانيه في الاتجاه المعاكس عشان يدوك احسن تدفق هواء، والهواء يكون متوزع بشكل صح على الهيت سينك ويبرده بشكل صحيح. جاي ب 896 كودا كور، والكور كلوك بتاعه بيوصل على الماكس بوست ال 1700 ميجا هرتز. الميموري كلوك بتاعته هي 8000 ميجا هرتز، وجاي ب 128 جيجا بايت في الثانيه الباند ويدز بتاعت الكارت. الماكس ريزوليوشن او اعلى دقه ممكن الكارت يتحملها قبل ما ينفجر في وشك هي 7680 في 4320 طبعا على 60 هرتز. كل ما تقلل كل ما الهرتز يزيد معاك، يعني عشان بس ايه، الكارت مش اخره 60 هرتز، لا، انت لو موصل عليه الشاشه اللي بالدقه الجباره دي او عدد الشاشات اللي مجموعهم كله يعملوا الدقه دي، فهيكون اخره معاك 60 هرتز. لكن طول ما انت في الطبيعي زيك زي البني ادمين كلها، شاشه اتش دي، فول اتش دي، 2K 4K والحوارات دي كلها، لا ما تقلقش هيشغل معاك زي ما الفريمات هتطلع، هو هيرضى لك والدنيا هتبقى زي الفل. يعني الكارت جاي بدايركت اكس 12، طب ولازم تعرف حجم الكارت علشان تقيس الكيسه عندك وتقارنهم، عشان مش بعد ما تشتري الكارت تلاقي الكيسه عندك مش شايلاه. ابعاد الكارت ده هو 191 في 112 في 36 مللي، طبعا الطول والعرض والارتفاع، فتاخد بالك كويس جدا علشان يدخل معاك في الكيس. طبعا اغلب الكيسات هتشيله عشان بس ما نبقاش بنضحك على نفسنا، بس برضو ايه، احسن تكون مركب تبريد باقي من قدام حاشر لك الدنيا والحوارات دي. ده اقتصادي جدا 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 من ناحيه صرف الطاقه، يعني لو الجهاز بتاعك فيه باور سبلاي 300 وات عاش جدا، ولا هتحتاج اي باور زياده، لان الكارت اساسا ما بيحتاجش غير هي وصله 6 بن بس، يعني حتى مش محتاج وصله 8 بن، فالكارت اقتصادي جدا من ناحيه الباور. خلينا نلخص بقى الكارت ده في شويه مميزات وفي شويه عيوب. طبعا حجمه وحرارته والباور بتاعه مقبولين، زي ما قلت لك هيشتغل على تقريبا اي باور عندك وعلى اي بورده وفي اي كيسه، فما تقلقش خالص من الناحيه دي، بس برضو ايه ما تقللش قوي، يعني ما تروح تشتريه على بروسيسور بنتيوم مثلا او كيسه ابو كلب من اللي هي الاستيراد والصرامطوطه دي. طبعا المروحه الواحده 80 مللي، يعني مروحه كويسه جدا، وفي نفس الوقت اللي هما بيلفوا عكس بعض دي هيديك تبريد خرافي. ده غير طبعا ان شركه جيجا بايت بتبقى مصممه المراوح بتاعتها الريش بتاعتها بزاويه معينه وبطريقه معينه علشان تضمن لك تدفق هواء ممتاز والصوت يكون هادي. والاهم من كل ده يا صديقي ان هو يعتبر تقريبا اقل كارت جديد انت ممكن تشتريه وارخص كارت جديد انت ممكن تشتريه، مفيش كارت اقل من كده. هتقول لي يا يوسف ما في 6500 من الاي ام دي، بس يعني خلينا في الريفيو بتاعه عشان بس ما نجيبش في سيرته وايه ونبوظ الفيديو ده، لان في كلام تقيل قوي عليه، واظن اغلبكم عارف الكلام على ال 6500. طبعا الاداء مقبول جدا مقارنه بسعره، زي ما هنشوف في البنش مارك عطاني اداء خرافي جدا انا ما كنتش متوقعه منه. اي نعم انا حاطه مع مواصفات ثانيه قويه، ولكن زي ما قلت لكم هو يعتبر هيدوس معاك زي ما انت ما عايز، مش الكارت اللي هو الزباله اللي في دماغك اللي هو مش هيطلعك على اول الشارع. في كل الحالات رحنا ولا جينا هيكون احسن مليون مره من اي كارت شاشه مدمج او اي بي يو. طيب لو نيجي بقى للعيوب، هنلاحظ ان اكتر عيب ضايقني في الكارت هو ان تقريبا كل النسخ بتتباع بنفس السعر. النسخه اللي بالمروحتين
نفس سعر النسخه اللي بالمروحتين بس لو بروفايل، نفس سعر النسخه اللي بمروحه واحده. يا جماعه مفيش حاجه اسمها كده، لازم يكون انه انا مش هروح اشتري كارت شاشه بمروحه واحده على وبنفس سعر ابو مروحتين كده هباء. المفروض ان انا طالما معيش فلوس اروح اجيب الكارت ابو مروحه واحده، معايا الميزانيه متظبطه شويه اجيب ابو مروحتين وهكذا، تمام. فدي بصراحه نقطه ضايقتني قوي في التسعير بتاع الكارت ده. كمان طول ما انت بتلعب في الالعاب اللي هي في الرينج بتاعه، في الفئه بتاعته، في الليفل بتاعه، هو هيديك اقصى حاجه انت تتخيلها. يعني اي لعبه كده بنت ناس هيشغلها لك على هاي مثلا على 60 فريم كده باشا، وكل ده طبعا هتشوفه بالتفصيل في البنش مارك بس انا بتناقش معاك يعني. لكن هتتغابه هيتغابه، هتحط عليه هيحط عليك. من الاخر عشان بس نبقى متفقين، هتروح تشغل بيه لعبه متوحشه بت اللهم اني صايم يعني شبه سايبر بانك 77 والحوارات المقرفه دي، انسى انسى، اوعى تعمل كده. هيشغلها لك وعلى عدد فريمات كويس كل حاجه، بس ايه استهدى بالله بالصحاب. حاجه كمان ضايقتني، اي نعم هي مالهاش لازمه بس برضه انا بتضايق من الحركه دي بصراحه في الكروت، وهي ان الظهر بتاعه قالع بلبوص كده ما ولا اي حاجه. المفروض يا جماعه الكروت من ضهرها بيبقى جاي عليها طبقه من المعدن، دي بتساعد في التبريد احسن بكتير وبتحمي الكارت وبتديله صلابه شويه، تمام. طبعا الكارت مش محتاج الكلام ده كله، الكارت خفيف جدا، درجات الحراره بتاعته ضعيفه، ولكن زي ما قلت لك نقطه انا بحبها بصراحه، حتى يا سيدي لو بتدي شكل جمالي، تمام. فبس ما علينا، دي نقطه مش هتاثر معاك قوي. النقطه اللي هتاثر معاك شويه هو ان الكارت ده اداؤه قريب جدا 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 من الكروت المستعمله شبه الار اكس 570 والار اكس 580، النسخ النظيفه بتاعتهم. والكروت دي يعني انت ممكن تلاقيها في احسن حاله ليها، احسن حاله مستعمله دلوقتي 3000 جنيه، او خلينا نكون واقعيين شويه ونقول الازمه لسه هتتاخر شويه، مثلا نقول 3500 جنيه، في حين ان الكارت ده سعره حوالي 6000 جنيه. فبصراحه نقطه ضايقتني جدا، اللي هو طب ما انا اروح اجيب المستعمل وخلاص خلصنا. مثلا ده لو كارت ار تي اكس فيه مثلا تطبع اشعه او اي حاجه ماشي، كنت هدفع فلوس عشان اجيبه عشان الكروت القديمه ما فيهاش الكلام ده، لكن لما يبقى كارت وجديد ويديني نفس اداء تقريبا الار اكس 580 والكروت دي وفرق شاسع ما بين الاسعار، يبقى ده مش كلام صحيح ابدا. هتقول لي يا يوسف الله، هو لما يبقوا سعره مثلا ب 6000 جنيه والار تي اكس 3050 سعره دلوقتي حوالي 7500 جنيه، طب انهي عقل اللي بيقول كده؟ فرق شاسع، انت بتاخد تقريبا 10 اضعاف او 8 اضعاف قوه الكارت اللي معاك ده، ما يتقارنش مع الار تي اكس 3050. فانا لو مكانك انا هروح اشتري ازود شويه واحول شويه واجيب الار تي اكس 3050 لما يبقى ده ب 6000 7000 ونص بدون نقاش، هروح اجيب الار تي اكس 3050، فرق السما من الارض، تمام. لكن لو انت خلاص بقى مزنوق وحطيت كل قرش معاك والدنيا بايظه قدامك ومفيش حل، لا اشتريه وانت مطمن، ما تقلقش، هو كارت محترم، بس زي ما قلت لك حاول قدر الامكان انك تلاقيه بسعر كويس، تمام. احنا معضلتنا في الكارت ده مش معضله اداء، هو اداؤه حلو قوي مقابل سعره، لكن معضلتنا ومشكلتنا كلها في سعره مش اكتر. تقصد ايه بالكلام ده؟ ما هم اكيد الشركه مش متخلفه عشان تعمل كده. هقول لك، ما انت سعره اساسا سعر الكارت هو 3000 جنيه مصري، لكن بسبب الازمه اللي احنا فيها سعره وصل ل 6000 جنيه مصري، تمام. فهي الشركه منزلولك على اساس ان هو هيتباع ب 3000 جنيه مصري، فانت بدل ما تروح تجيب ب 3000 جنيه كارت مستعمل بقاله 6 سنين في السوق، لا انت بنفس ال 3000 جنيه هتروح تجيب كارت جديد واحدث فيه مميزات احسن. فلو انت بتشوف الفيديو ده في المستقبل وشايف ان الاسعار ابتدت تتحسن فاشتريه، اختيار ممتاز. لكن حتى الان اوعى تشتريه الا لو انت بتخاف من المستعمل، او مثلا شايف ان لا عيوبه انت بلاعها يعني، او مش لاقي غيره من الاخر عشان ما نضحكش على بعضينا. اسيبكم مع البنش مارك وبعد كده ارجع لكم تاني.
guess I was wrong. You can always look for... That's fine. Step aside. What? Got any idea what to do? I'm gonna bypass the coupling and break a hop. We're surrounded! We have to hold this line! يا شباب، بعد ما شفنا البنش مارك، يعني خلاصة الكلام الكارت ممتاز جدا من ناحية كل حاجة، وخصوصا نسخة الجيجا بايت دي بتبريدها، بشكلها، بأدائها، بكل حاجة فيها، بالخامات بتاعتها، بخدمة العملاء اللي هو الدعم ما بعد البيع والحوارات دي كلها. بس كده شباب، ده كان كل شيء في حلقتنا بتاعت النهارده. بتمنى يا رب انكم تكونوا استمتعتوا معايا. ما تنسوش لايك شير سبسكرايب وشير مع الفيديو ده مع كل اصحابك، وينزل اكتب لي في الكومنتات تحت انت شايف انك الكارت ده ممكن لو اتعرض عليك تشتريه ولا لا. كان معاكم يوسف نصر، كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. اشوفكم ان شاء الله في الحلقه اللي جايه. في امان الله.